متى سجار ولدي؟ لا خلي متعب يبدو انه بيقلد شوية صغيرة ولا كثير؟ ايه كيف ما بدك. ايه طيب متعب شو الاسم؟ ايه متعب سجار حق الجار على الجار. باي صف متعب؟ اني والله هسه سنة اولى محمود الفلاح يعني شغل. كيف يعني؟ بشغل سنة اولى عند محمود الفلاح ذيابات. شو يعني هذا؟ سنة اولى بشغل. تشتغل يعني هسه؟ بشغل ما بقراش يعني. طيب رح ناخذ الان احنا متعب في موهبة غنائية. ايوه ماشي؟ ماشي نشوف شو بطلع منه. شوفك بس روح الورد وابغي وصالك ومن المراشف وريد مكتوب ذكرك علينا من فروض ورد ومن حيث تتم فروضنا ودعي حسن الحوارب وجنتك ودعي الورد قدم عريضة والدعى ويقول انت الورد عيني وشلون تشتم وريد يا بيا 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 اي اي اي